ضحكتك وقت المصايب صبر، سكوتك وقت الحوجة هزة نفس. من التلفزيون بدي احكي له يا عمي هي. محمد رمضان وحمادة هلال اسعد محمد عساف في رمضان. انا بحكيك بصراحة زي اي حدا من الجمهور. لازم تعرف كويس ان احنا بدنا في خطر يا رحمة. بعيدا شوي عن الاغاني، احنا هلا برمضان، كل عام وانتم بخير. بسرعه هيك بمشي رمضان. سبحان الله. كل واحد بيكون عنده طقوس معينه برمضان، شو طقوسك انت؟ يعني شهر رمضان يعني شهر كريم وشهر عبادات. انا يمكن من النوعيه اللي دائما بنسال، انا بشهر رمضان بركز اكثر على هذا الجانب، يعني زينا زي كل الناس، زي اغلب الناس. ما بحبش اتحرك كثير في رمضان، يعني حتى طلعت على السوشيال ميديا بحساب زي ما بيحكوها. بتفطر وبتتمدد على طول؟ بتتسطن على طول. وعلى الإفطار محمد بياخذ كل وقته، وطبعا في أطباق على السفرة ما بيستغني عنها. شوربة، يعني سواء شوربة الخضرة أو شوربة العدس، هذه إشي مقدس. يعني خضرة، يعني الأشياء اللي في السلطة لازم يكون فيها كتير هيك خضرة، الجرجير، السبانخ، مرات بحب سلطة الشمندر هيك مع الجرجير. هاي الأشياء يعني الخضرة كويسة برمضان، تعرف، لأنه طول اليوم الواحد صايم. وبرمضان معروف إنه البعض ممكن يكسب وزن، لهيك محمد حرص إنه هالشي ما يصير معه. 5 كيلو لأنه خففت يعني شوي هيك الأكل الدسم والكذا، يعني مش دايت عامل. لا، خاصة موضوع السحور، لأنه أنا بتذكر كل رمضانات اللي فاتن بتلاقينا على السحور بزيح زي ما بيحكوها بالبلدي. خلينا نضبط حالنا، نرجع هيك شوي رشاقة وهيك، لأنه حسيت حالي بالفترة الماضية صراحة انصحت، ولاحظت يعني بعض الكومنتات من الناس والفانز انه انت نصحاني محمد، كنت هيك ضميري انبني كذا. فهلا بنقول لهم للفانز انه انت نزلت 5 كيلو، ينبسطوا. ولانه برمضان الدراما جزء اساسي، فكان ضروري نسال محمد عن المسلسلات اللي تابعها السنه. في عملين انا صراحه بتابعهم، جعفر العمده مسلسل كتير حلو، انا مش ناقد فني بس حسيته احلى من المسلسلين اللي كانوا لمحمد رمضان خلال السنتين اللي مضوا. بس ما بتحس محمد رمضان في كتير انتقادات على السوشيال ميديا انه عم بكرر نفسه؟ لا ما بحس، بالعكس حلو، يعني انت شايف الناس كتير مبسوطة في الموضوع. انا بحكيك بصراحة زي اي حدا من الجمهور، هو كممثل كتير رائع، الدور اللي بقوم فيه كتير رائع، الحبكة الدرامية، يمكن انا عشان درس اعلام شوي هيك بدي افوت بالموضوع، كتير حلو. محمد سامي مخرج كتير كتير رائع، القصة غريبة مفاجآت، فالموضوع هيك صار الواحد يتابع يحب يستنى الحلقة الثانية. وحالياً كل اللي عم بيتابعوا مسلسل جعفر العمدة مستنيين اللحظة اللي رح يعرف فيها العمدة إنه ابنه هو صديق سيف اللي عم بيأدي دوره أحمد داش. جعفر العمدة، شو رأيك إنه ابنه قدامه طول الوقت هو لسه مش عارف؟ هاي أكتر شغلة ما استفزتك؟ من التلفزيون بدي أحكي له يا عمي هاي إن شاء الله إياه. وفي عمل ثاني عم بيتابعه محمد وهو مسلسل المداح اللي من بطولة حمادة هلال، وهالعمل جذب محمد من وقت عرض الجزء الأول بعام 2021. حمادة هلال، خليني أحكي لك، من الفنانين اللي أنا جدا بعشقهم، بحبه مع إنه عمري ما التقيت فيه، لكن بحب أغانيه من زمان وطريقته في التمثيل وبساطته، رجال بسيط جدا ورائع، ودوره في هذا المسلسل كتير حلو وكتير عجبني الموضوع، يعني بتحس فيه أكشن، إنه شوي الموضوع له علاقة شوية ببعض من الخيال، قصص هيك بنسمعها، فحلو كتير المسلسل ومخليني يعني أتابعه بشكل هيك بركز كتير بالموضوع. لازم تعرف كويس إن إحنا بدنا في خطر.